رعايه. لا عرض بقى بلاش طول، خليك محترم. بالعرض الناحيه الثانيه استشكاش. اه اوكي تصور هو بيصور كل ده. اوكي بص يا احمد، ممكن اكشف براحتك انت عايز. لا اللي انت عايز تعمله اعمله والله عادي، ما بيهمنيش. الكروت قدامك كلها مختلفه صح؟ لا ما هي فعلا مختلفه، شوفها ثاني يا عم نوريها للكاميرا. ايه ايه انا مش جايب كروت كلها شبه بعض. جميل ده حلو. بص بص يا عايزك ايه؟ عايزك تكون ستوب في اي مكان. اتكلم بعد اذنك، فوز الكويس وقال الكاميرا مش عايز اشوف اي حاجه. بص احنا قلت انت ممكن تكذب عليا وممكن تقول الحقيقه. لو جيت مثلا وقلت لك ان الكلب بتاعك تحتفظ بيه يعني خليه معاك يا ابني بالعرض بلاش تقول ده. لو جيت مثلا خلاص انا مش عارف اصور عرض، صوره بالعرض. لو جيت وقلت لك مثلا ان الكارت بتاعك دوت صوره مش رقم، ممكن تكتب عليها ممكن تقول صح صوره. انا ما اعرفش انت بتكتب ولا بتقول الحقيقه، بس هنعرف مع بعض. ممكن تغمض عينك، خليك مغمضها، فتح عينك. احنا اصلا برافو عليك انت ما بتكتبش عليا، فعلا وانا مبسوط بالكلام ده. طيب الكارت بتاعك انت فاكره كويس، فكر في اللون بتاعه، فكرت فيه. لو نسيته بص عليه تاني. جميل اللي هو اللون الاسود صح؟ جميل. طيب اللون الاسود ده بيبقى فيه ازرق، بيبقى فيه ورده سبيد وتريبل، وشكلك واحد من الاثنين اللي هو التريبل اللي هو الورده السوداء اللي فيها ثلاث حتت صح؟ هو ده الشكل؟ طب انت عارف الرقم اهم حاجه، عارفه كويس؟ بجد ومن غير بقى اي تحوير ولا الكلام ده. لو رقمك 6 قول 6 6 بس جوه منها، على حسب رقمك ايه انا ما اعرفش، بس انت قول الرقم بتاعك جوه منها. قلته؟ خلاص. طب عايزك تقول ورا بعض دلوقتي بسرعه، ورا بعض ورا بعض. 5 5 5 5